وللمزيد حول فعاليات مهرجان العلمين الجديدة انضم إلينا مباشرة الزميل كريم بابرس مراسل التلفزيون المصري. كريم، هل لك أن تطلعنا على المشهد لديك أهم الفعاليات الآن؟ تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل يعني هذه الفعاليات المختلفة بمهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية تهدف في الأساس إلى تسليط الضوء على مدينة العلمين الجديدة والتطورات العمرانية التي حدثت. بالفعل أول ال20 مليون لغم إلى مدينة ساحلية صيفية في البداية، لكن الآن الهدف الأساسي والرسمي أن تصبح هذه المدينة مدينة مستدامة طوال العام. مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية استضاف عدد كبير من الفعاليات، بالطبع الحفلات الغنائية، ونحن في انتظار يوم الجمعة القادم الحفل الكبير لفرقة كايروكي، وأيضا يعني مفاجأة الحفل الذي سيكون متواجد مع كايروكي هو تو ليت المتواجدين خلال الساحة خلال الفترة الماضية، بالإضافة لذلك أيضا هذه يعني الفعاليات الغنائية، هناك أيضا الفعاليات يعني الرياضية والثقافية المختلفة. نتحدث عن استمرار للفعاليات الرياضية الهوائية مثل البارا موتور والسكاي دايفنج وغيرها من الفعاليات التي تلقى أسماء، وأيضا للفعاليات الثقافية مثل فرق الفنون الشعبية وفرق الفنون التثقيفية التي تأتي عبر المسرح القومي وتتحرك داخل الممشى السياحي. بالطبع بعد أن تطورت مدينة العلمين وأيضا ترتيب مصر بشكل عام في الطرق عالميا، فاستضافت أيضا مدينة العلمين الجديدة عدد من السباقات المختلفة خاصة بسباقات السرعة أو سباقات سيارات السرعة والسيارات شديدة السرعة، بالإضافة أيضا لسباقات الدريفتنج الخاصة أيضا بالسيارات المعدلة. لذلك يعني عدد من الفعاليات المختلفة تؤكد على تطور المدينة بشكل عام، وأيضا استمرار الفعاليات الثقافية لتصبح مدينة يعني مستدامة. أيضا نعم. مهرجان نبتة أشكرك جزيل الشكر كريم بابرس مراسل التلفزيون المصري على هذه التغطية لفعاليات مهرجان العلمين الجديدة.